تعالوا بقى نروح للفريق الاول لكره الطايره رجال في النادي الاهلي اللي تاهل لنهائي بطوله كاس السوبر بعد ما تغلب على طلائع الجيش امبارح في مباراه قويه ضمن منافسات الدور نصف النهائي وقيمه هذه المباراه على صاله هيئه قناه السويس في مدينه الاسماعيليه وشهدت الحقيقه اداء قوي جدا من الفرقتين لكن اللي حصل ان حسمها رجال طايره النادي الاهلي بنتيجه ثلاث اشواط نظيفه دون مقابل وجاءت نتيجه هذه الاشواط 25 23 25 17 و25 13 ليحقق الفريق طبعا الفوز عن جداره واستحقاق وكمان بيحسن بقى تاهله للمباراه النهائيه، النهارده ان شاء الله النادي الاهلي هيواجه الزمالك على صاله نادي القناه في الاسماعيليه في المباراه النهائيه لبطوله السوبر المصري للكره الطايره، كل التوفيق لرجالتنا ان شاء الله.